حيتاش الخدامه السلعه لا تولي كل شيء ديالنا. هذا الشيء اللي تيوفر لك مجموعه من المصاريف، وهذا الشيء ما غادي تلقاه غير عند كينغ ديزاين. كاين بزاف نتاع التساؤلات اللي تيطرحوها بزاف نتاع الناس في الميناجمون ولا ديكوراسيون نتاع لابارتمون ديالهم. عندنا اسباس اوفيرت كيما هذا، واش نديرو الصالون في هذا الاسباس يجي اوفيرت؟ واش جينا هنا صالا مونجي؟ اسباس نتاع الموبيل تي في كي غادي تجي؟ هاد الاسئله هذه كامله تتسهل عليكم كينغ ديزاين في لا كونسيبسيون 3 دي اللي تتادابتي فيها لا ديزاين كي غادي يكون، لا ديكوراسيون ديالو، لي زابياج ميغال، مثلا هاد الميغ تي في كي غادي تجي فيه، بريزونطاسيون نتاع لي زابياج، كذلك لي ريدو واش الكتريك واش مانيوال، الصالون واش يجي قابل لاسباس كامل ولا يجي سيجور تما صالا مونجي هنا. هاد لي ديتاي هادي باش ما تحيروش وما تلقاوش مشاكل كبيره تنحاولوا حنا نوفروها عليكم في لا كونسيبسيون 3 دي اللي تنديروا لها واحد لاميناجمون تاع لا ديكوراسيون كي غادي يجي لا ديكوراسيون تاع لي فو بلافون لي لوستر كي غادي يكونوا وسسبوندو واش ميغال. هاد لي ديتاي تنوفروهم معكم مع لا سوسيتي كينغ ديزاين. لا ديكوراسيون تاع لي فو بلافون تشونجات 100%، كذلك لا ديكوراسيون تاع لي لوستر كيفاش خدمنا عليهم، لي زابياج اون شين، وحاولنا نعطيو واحد لا توندونس اللي جديده ما بين الشين والافي ماربر كيفاش جاي، وكذلك لا سامبليسيتي في لي طابل وكذلك في لي كانابي. ولا لاحظتوا لا ديكوراسيون تاع لي صالون كيفاش جاو مع لا ميغوار كبرت لنا ليسباس، ولا بياج ميغال تا هو عطانا واحد الجماليه اللي رائعه. الطابلو مشكل باش الانسان يقد يدخل هذا ليسباس، جاو داروا الطابلو مورا الباب، لهذا انا نصحتهم تجي على لونتخي باش تجي سهله، وتا الطابلو نحاولوا نديروه كاستخي. بالنسبه للطابلو كيف جا في لونتخي نتاع لابارتمون وكاستخي، هذا الميغ هذا اللي جاي مزير على الدخله نتاع الباب غنحاولوا نيفيتي ونحيدوه في لا كونسيبسيون 3 دي وكذلك في لا رياليزاسيون باش يولي عندنا ليسباس كله ان شاء الله اوبن سبيس. الا لاحظتوا كيفاش بدلنا لا ديكوراسيون بسيستيم اوبن سبيس اللي تيمنح لك انك تشوف مساحه اللي هائله، وحاولنا نخدموا بالال جي التاليه اللي تعطينا حتى هي واحد لا ديكوراسيون اللي رائعه. وكذلك ما كرهتش انني نزيدهم واحد الاضافه اللي مهمه، واحد لا توش نتاع واحد لاكواريوم اللي غادي تكون كذلك في هذا ليسباس هذا، غتكون واحد لاكواريوم هنايا اللي غادي تعطينا واحد الجماليه، وكذلك اللي تجي اون فاس مع السيجور ديالنا، حيت ديجا هذا السباس كامل غادي نرجعوه اوبن سبيس كما سبق قلت لكم، وغادي يكون عنده واحد لافي واحد الجماليه اللي رائعه واللي تتشوف على السباس كامل مع لا ديكوراسيون ميغال مع لي زابياج مع لي لوستر. تنقدو نوفروا لكم بزاف نتاع الوقت اللي غادي تسبحوه في لا كونسيبسيون 3 دي اللي تتشوفوها غيال كي غادا تكون مادابتيا مع داكشي اللي ديجا هضرنا فيه ان شاء الله. ملي تيكون ليسباس اوبن سبيس تيولي محلول على كاع لي زيسباس، تيعطيك لا فيو، زدنا هاد لاكواريوم ديكوراتيف اللي جاي انا كذلك هنا، خلاص بالنسبه للوفي خدمنا على اللوفي ديكوراسيون جديده كذلك، وهاد لي ديتاي كلهم تنحاولوا نعطيهم لكم اون 3 دي قبل لا رياليزاسيون باش تحاولوا نتوما شوفوا لا فيو اللي غادي تجيكم مناسبه على حساب لي زيسباس ديالكم، وما تضيعوش لا ماتيير بروميير وتوليو تعاودوا في لي شونجمون بزاف. بالنسبه لي كولوار بغا يكون عنده واحد لانيماسيون بليكليراج حيت بان لي مظلم بزاف، خدمنا على لي ديتيكتور دو موفمون اللي تيمشيو من الميغ للبلافون كذلك ان شاء الله، لاحظتوا لا ديكوراسيون ديالهم كذلك كيفاش جات. بالنسبه لابارتمون لاحظتي هاد لا شومبر هادي تي دولي جاي شويه مزير وما عندهاش واحد البلاكار، لهذا حاولنا نخلقوا واحد البلاكار بهاد لابور غنوليو نكحزوها لهنا ونحاولوا نقلبوا ليسباس لهنا باش يجينا هنا بلاكار افيك ليد ميغوار ديكوراتيف، وكذلك لا تي دولي حاولنا نجيبوها هنا باش نكبروا لا تي دولي وتجي باينه وبارزه. وبالنسبه اهم حاجه ان ديما تي دولي اون فاس معاها خاص ضروري يكون ليسباس نتاع الموبل تي في. لاحظتوا زدنا واحد البلاكار هنايا باش حاولنا نخليو فين يدير لي رونجمون ديالو لي ديتاي كاملين، وبالنسبه للموبل تي في درناه اون فاس، وبالنسبه للتي دولي درناه كذلك اون فاس وعطينا واحد المساحه كبيره، بينما البلون اللي كان في الاول يعني كان فيه بزاف نتاع المشاكل، ما كانش فيه بلاكار، ما كانش فيه موبل تي في، ما كانش فيه ميغوار ديكوراتيف،
باش انها تجينا واضحه في لونطري. وديما تنحترموا واحد المعايير نتاع لا سامبليسيتي في لا ديكوراسيون اللي خاص ضروري الانسان ينتبه لها، خصوصا في الاماكن التي يكون الاسباس فيها صغير. حاولت اكسبري نوريكم هذا لابارتمون تيموان حيت فيها بزاف د المشاكل، منهم الموبل تي في جات على شكل بلاكار، وبزاف نتاع الناس اللي تيلقاو مشكل باش انهم يادابتيو موبل تي في على بلاكار. لهذا حاولنا نكريو واحد لاسباس اللي يكون كله ديزيتاجير وكله بلاكار، وفي نفس الوقت تجي الموبل تي في وسط البلاكار، ويجينا هنا واحد لا شوميني ديكوراتيف اللي جينا عاطي واحد لا فيو استيتيك شالوغو. بالنسبه للاسباس هنا كي تشوفوا تيت دولي كذلك جاي صغير، والاسباس يبان لي ضيق شويه، لهذا حاولنا نلعبوا في هذا لابياج ميغال على دي ميغوار ديكوراتيف بور اغرونديغ لاسباس مع لا ديكوراسيون نتاع لي زابياج، باش نحاولوا نعطيو واحد الجماليه اللي تكون باذن الله رائعه اللي غادي ترضي الزبناء الكرام ديالنا ان شاء الله باذن الله. هذا بالنسبه للشوميني طانون اللي فكرنا اننا نديروه، وجا رائع ما شاء الله مع الموبل تي في، وكذلك هادو كلهم دي زاسباس اللي خناهم بور لي رونجمون باش يحاول يستافد منهم كذلك. ومشينا في ابياج واحد اللي جاي كومبلي على لابارتمون كامله تبارك الله ما شاء الله، وعطات واحد الجماليه رائعه للشومبر. الاغلبيه نتاع لي كليون ما تيعرفوش يستغلوا لي تيراس، واخا تيكون عندهم لاسباس تبارك الله كبير كما التيراس اللي عندنا دابا حاليا. عليها حاولنا ندخلوا واحد لا ديكوراسيون ميغال فيجيتال في هاد ليمور باش يجينا ديكوراسيون اللي تجي زوينه، وان كانابي اللي غادي يجينا سور اون فورم ال باش نحاولوا نستغلوا حتى لي تيراس ديالنا مع ديكليراج ليمينوس دوس، وكذلك تنحاولوا نحترموا ديما المعايير نتاع لا سامبليسيتي مي لا ديكوراسيون تكون 100% رائعه باذن الله. ما شاء الله ونيفو نتاع البالكون حاولنا نعطيه واحد لافي اللي رائعه رائعه بزاف، اللي شونجينا له فيها كذلك ودرنا فيه واحد الكانابيلي، هذا يمكننا نتحكموا فيه ترجع كانابيلي، وكذلك حاولنا نلعبوا على تالي رونجمون الى بغى يستغل شي حاجه، كذلك هنايا دي رونجمون مع لا ديكوراسيون مع غازون ارتيفيسيال واحد جاردان فيجيتال جايه في ليمور حتى هي كذلك عطتنا واحد الجماليه اللي رائعه ما شاء الله. بالنسبه لصال دو بان حتى هي كي تلاحظوا المساحه فيها صغيره بزاف وما عندناش لي رونجمون، عليها حاولنا نديروا دي رونجمون في هذا السباس هذا، وحاولنا نلعبوا على دي ميروار اللي جيونا كذلك ديكوراتيف باش نكبروا الاسباس. لعبنا على واحد لابليكاسيون اللي تحاول تجينا هنايا واحد لابليك اللي تعطينا واحد الجماليه كذلك، والموبل اللي تتشوفوا هنايا يعني دي مودي وشويه قديم، بغينا ندير واحد الموبل اللي يكون مودرن كذلك مع لي رونجمون كذلك اللي غادي يكونوا عندنا في الانتيريور. لهذا غادي نحاولوا نعطيكم واحد لا ديكوراسيون اللي رائعه، لهذا خدمنا على دي ميغوار ديكوراتيف لابليك كذلك، خدمنا على ديكوراسيون هنايا، خلاص زدنا ليسباس نتاع الرونجمون حيت ما كانش عنده واحد ليسباس كافي انه يكون عنده رونجمون، حيت الحمام كما تشوفوا صال دو بان جاي صغير بزاف، مع ذلك خرجنا هاد ليسباس كاملين. كما تشوفوا معنا هنا بينا هاد الشومبر هذا فريمون جاي صغير بزاف، ما عندوش بلاكار، ما عندوش لا ديكوراسيون اللي تجي معاه، لهذا قلنا حتى هاد الميغ هذا غنحاولوا نحيدوه، وهاد الموبل تي في اللي عندنا هنا غنحاولوا نحيدوها كذلك ونحاولوا نرجعوها في الاسباس اللي اون فاس معانا. الى لاحظتوا هنايا غنحاولوا نعطيكم واحد لاطاش اللي مهمه باش ان الاسباس يكون اوبن سبيس ويكون اوفر، خاص تكون واحد لا ديكوراسيون اللي سامبل ما تكونش ترو شارجي. ولا لاحظتوا معايا الرؤيه اللي جاتنا في السيجور اون فاس مع لا كويزين والاسباس كله اوبن سبيس عطانا كذلك واحد الجماليه رائعه، مع واحد جاردان ارتيفيسيال هي عطاتنا واحد لا ديكوراسيون للكونسول اللي لازم على لونتخي باش الاسباس ولا كله ما شاء الله عاطي واحد لا في اللي عاطيه واحد الجماليه اللي رائعه ما شاء الله. ومن طبيعه الحال الناس عصاق لي موبل كافي
ولي كافي ما نسيالهمش هذا الاسباس هذا نتاع امو بالكافي باش يعطينا واحد الجماليه رائعه لابارتمون.